ما زالت تتذكر المضاعفات الصحية وما تبعها من ألم نفسي استمر معها لسنوات جراء عملية ختان خضعت لها عزة، تجربة رفضت أن تكررها هذه السيدة مع طفلتها رغم ثقافة المجتمع ونظرته السلبية لرافض الختان. ما كانش لي سلطة أن أنا أرفض أو أوافق، كان شيء إجباري، يعني مش قادر أن أنا أقول لوالدتي أو والدي لأ، بس شيء حصل، بس بعد ما حصل كان شيء بشع بالنسبة لي ودمرني نفسيا. لكن أنا معايا بنتي، عمر ما هضرها طبعا، عمر ما هضرها، أنا ربيها تربية صالحة والتربية كويسة، واللي عايزها على كده خير وبركة، مش عايزها أنا بنتي عندي بالدنيا. جرمت مصر الختان وبذلت جهودا على مدار السنوات الماضية للتوعية بأضراره الصحية والنفسية بالتعاون مع مؤسسات دولية ومحلية. انتصار السعيد حقوقية مصرية نظمت وشاركت في بعض هذه الحملات التي استهدفت مناطق وقرى نائية، ترى أن التحدي الأكبر لانتشار هذه الظاهرة يعود إلى الموروثات الثقافية في هذه المناطق. في أسوان قال لنا نصا احنا كل بنات البلد هنا مختنة، احنا ما شفناش حد مش مختن عشان نعرف النتيجة هتبقى ايه، فده معناه انه الناس ما شافتش حاجة مختلفة ولسه مش مقتنعة بسبب الموروثات الثقافية والعادات والتقاليد وفكرة عفة البنات اللي مربوطة بالختان وغيره وغيره. وفقا للمسح الصحي للأسرة المصرية انخفضت نسبة الختان بين الإناث الأصغر من 19 عاما إلى نحو 14% في عام 2021 بتراجع نحو 7% عن عام 2014 فضلا عن تراجع نسب المتوقع ختانهن، أرقام تحاط ببعض التحفظات. في بعض النسب احنا شايفين انها لا، هي ممكن تكون أعلى من كده شوي، أو ممكن يكون نتيجة جمعها بشكل رسمي، فبعض الناس ممكن تخاف تقول إنها مختنة بناتها أو كده. النقطة الثانية، الحملات اللي اتعملت طبعا كانت حملات اعتمدت على رسائل جديدة، وده يمكن اللي زود قناعات الناس شوية بالامتناع عن هذه الجريمة. غلظت مصر عقوبة الختان بحيث يعاقب من طلب ختان أنثى بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات، وتصل إلى المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات في حال أفضى هذا الفعل إلى الموت. تستهدف مصر القضاء على الختان بحلول عام 2030، ورغم النجاح في خفض النسب المتعلقة بالظاهرة رسميا، إلا أن الأمر يحتاج بحسب حقوقيين إلى مزيد من الجهود الحكومية والمجتمعية لتغيير العادات المتوارثة عبر سنوات حول جريمة ختان الإناث. محمد محي الدين، الحرة، القاهرة.